تعال نروح لأخبارنا المتنوعة، وكانت بدايتها مع رونالدو. رونالدو بيحفز لاعبيه قبل مواجهة سويسرا النهاردة. تعال نروح للنجم كريستيانو رونالدو اللي هو وجه رسالة تحفيزية لزملائه بالمنتخب قبل اللقاء المرتقب النهاردة بين البرتغال وسويسرا الساعة 9 في دور الـ16 بكأس العالم في قطر 2022. وكتب رونالدو على حسابه على انستغرام: يوم البرتغال من أجل البرتغاليين، لنا وللجميع، اليوم لجميع الأحلام التي يحلمها كل فرد منا، دعونا نذهب بكل طاقتنا. لسه مكملين مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، واللي بيملك سجل تهديفي رائع أمام المنتخب السويسري، وده قبل المواجهة المقررة إقامتها الساعة 9 النهاردة إن شاء الله ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم. نجح رونالدو في أنه يسجل 5 أهداف خلال مشاركته في 3 مباريات ضد سويسرا بجميع البطولات. سجل هاتريك في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى ثنائية في نفس المسابقة، وصنع آخر هدفا آخر. بيحتل المنتخب السويسري المركز 6 في قائمة المنتخبات والأكثر استقبالا لأهداف رونالدو في مسيرته الدولية بقميص منتخب البرتغال، متساويا مع منتخبي أرمينيا ولاتفيا. وطبعا رونالدو يعني الكلام عليه كتير قوي، ومفاجآت